انا بكم عايز مش هديمك كمبيوتر كمبيوتر فوتبول النهارده. انا لعبه اكيد انتوا عارفينها، اتكلمت عنها في افضل لعبه اكس بوكس 360، فانا بجربها معاكم في الحلقه ديت. ف لعبه حلوه جدا جدا، لكن انا عملت لكم من اولها، بس دي مش اولها خالص، انا اولها في التمارين. التمارين دي انا ما حبيتش اعملها لكم لانها هتزهقوا، التمارين بتاعتها وحشه جدا يعني بصراحة، أنا ذات نفسي بزهق منها بصراحة يعني. فديت اللعبة ف اتفرج أولا هما على فكرة يا جماعة كانت في أفضل لعبة إكس بوكس 360 دي، أنا كنت قربت أخلصها فأنا عدتها تاني، بس مش بنفس ال بنفس ال هي بلاير 1 متاب كراس كوميكس. بصراحة الحتة ديت يعني قديمة جدا، انا عديتها من اسبوعين بتهيألي او ثلاثة، من 20 8 كده يعني. لكن للأسف نموت يا القلب بوظنا طبعا. ودلوقتي هيرجعنا مش على نفس الحتة اللي انا بدأت بيها الفيديو، بس هيكون على شكل مختلف، هعملها لكم على شكل مختلف، ابقى انا اللي هروح بدل اللي اكيد يا جماعة شفتوا لما طلع على ظهره دوت، انا اللي هطلع على ظهره المرة دي. فانا هو انا اللي هطلع على ظهره، هو هنا واقف وانا بدوس على الاكس. يا جماعة ديت بتهيألي أصعب من ديت، فأنا لازم أمشي وراها لأن بيبقى في ناس، فالناس ديت إذا سابتني أنا أمري فيعني فأول واحد أهو اتقتل. لا لسه لسه لسه، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، وريني السلاح كده بتاعه ده. ده بتهيألي وحش، بس ده انا مش عارف اخده غير لما يمر الحاجات دي. الله انا في واحد فوق، فانا دلوقتي اروح عند الحته ديت فيها واحد بيضرب اهو. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حبيبي استخبى. اللعبة دي يا جماعة أحلى اللي فيها إن بصوا يا جماعة لما تدوسوا على على الزرار ده، يعني بصوا يا جماعة بتجيب لكم على الشخص على طول، مثلا كول أوف ديوتي بتجيب لك بعيد وأنت توجه، فقنبلة هتتضرب. الحمد لله اجري، استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب. الدور ده يا جماعة صعب جدا يعني بصراحة صعب قوي. طبعا يا جماعة انا مش بطول فيديوهات بوصلها 30 ولا 20 عشان النت عندي ضعيف، بس يعني الشهر دوت، فعشان كده فمش بعمل فيديوهات طويلة، فعشان كده بس ان شاء الله الفيديو ده خليه طويل ان شاء الله، يعني ممكن اخليه 39. انا بصراحة انا عايز امشي بالراحة وكده مش حاسس بيا، انا ساعتها هروح اديها له بالسكينة. يا شافني شافني شافني، في واحد هنا انا عارف. خد يا ياد، اجري 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 قبل ما حد يضربك، تاني في واحد هنا اكيد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، الحمد لله نستخبى بسلام وامن، بس كمان عارف. خد دي
فانا هضطر استخبى هنا لان الحته دي مليانه. اوبا قنبله 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 يا حبيبي، قلت قنبله يا حبيبي. ولا يهم. بصوا يا جماعه عن اللعبه دي كمان يموت ويفضل ما يتسهل، عامل نفسه طفل صغير يعني. مش انا افجر العربيه ديت وخلاص. اهي بدات تولع نار اهي، تجري بقى حرام. ايه ده 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 واحد قدامي بيقتلني. هحاول كده افجر الحاجات ديت بس من بعيد عشان هي هتتفجر فيا اصلا. الله، هو انا بتضرب منين بس؟ انا عايز افهم شويه. هو من المكان ده؟ خلاص يا سيدي اهو، ولا يهم. الله، انا سايب لكم نفسي بس معلش، انا سايب لكم نفسي بس قتلتوني بقى، قتلتوني الشهر الجاي. وايه اللي حصل ده؟ مش فاهم حاجه بس. ايه ده 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 ده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بصراحه حاجه عالميه. بصراحه الحته دي صعبه جدا جدا جدا، نحاول يعني ان انا اضيف مقاطع على بعضها، مش هينفع كده تماما. لو فضلنا بالمنظر ده هنقعد ولا ساعة عقبال ما نخلص الفيديو. كل شوية نتغلب. يا رب بقى المرة دي تنجح مع وما يسمعليش صوت ولا يسمعنا أي حاجة إن شاء الله يعني. هو دلوقتي الراجل بتاعه ده مشي، أنا هستخبى له في حتة في الحتة دي. وإيه الذكاء ده؟ ما اكيد هديها لك كده يعني هتفضل عايش مثلا. الله، شو جماعة المفروض الناس تخاف من حاجة زي دي عشان ديت الحتة ديت مليانة. ايوه بقى كده، ونقتل اي حد هيعدي المنطقة. كان بيتسحب ولا لسه؟ الله 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 الله. احنا يعني بصراحة اهي يا سيدي اهو اهو. لا لا الحق قبل ما يقوم، الحق قبل ما يقوم. ايه يا جماعة ده لسه عايش الحمد لله مات. هي احنا كويس بس هيدمروها بسهولة، يدمروها بسهولة. اجري يا عم. اهو يا سيدي، هو ده اللي عاجبك؟ اهو يا سيدي انت لسه عايش، انا هسيبك تموت بقى السنة الجاية. بقى السنة الجاية تبقى تعود روحك، والسنة الجاية انت كمان تبقى تعود روحك. طب ايه ده بقى بإذن الله؟ يعني استهبال ده والاستهبال. خد دي مشيله في الطريق، عامل لي فيها معلم. ايه ده ده بيتسحب اهو، بيتسحب. بتهيألي واحد هنا. ايوه اهو 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 اهو، جبتك جبتك. بص يعني ما تلعبش معايا، خلي بالك قنبله ولا قنبله يا رب ما تكونش فيا. الحمد لله مش فيا. يا عيني، لا 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 لا، الحمد لله ما متناش موت عزيزة. هفجر العربية دي، متهيألي فيها حد، قصدي مستخبي وراها حد. اهو يا سيدي اهو اهو في رقبتك. ايه العجلة اللي مرت؟
يا رب المرة دي ننجح. ده الله عليك. يا ولد بصوا يا جماعة، الحتة دي احنا رحناها المرة اللي فاتت، او انا لعبتها قبل كده قبل ما اصور الفيديو. فانا ان شاء الله اخيرا احنا حطينا الحتة الصعبة، فان شاء الله دي بقى دي حتة سهلة. ايوه بقى، ايوه بقى، حرام عليك حرام عليك. الله الله، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله استغفر الله. حاجة يا رب يا رب يا رب. طب احنا هنضطر بقى نروح من حتة تانية، الحتة دي صعبة جدا. لا بص بقى، انا اللي هعمل بصراحة الحتة دي، ربنا معايا. بقى انت فوق بقى وبالسلامة. قبل ما انا بقى ايه اروح، انا بقى اشوف الرسومة التانية. طب بس مشوفتيش قبل، مكشوفتيش. لا انا مش هعرف حاضر اهو اهو، شافني اهو. اشوفك السنة الجاية بقى. اجري انها حادثة، حادثة خرافية. بصوا انا هرمي قنبلة ورايح دماغي، الحتة دي مليانة وفجر بقى براحتي. خد يا سيدي اهو، شفتوا يا جماعة الحتة دي مليانة. ايه ده 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 ده. طب بصوا يا سيدي اهو 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 اهو. تعالى اهرب. لازم اقرب اكتر، لازم اقرب اكتر. بتضربوا منين ولا بتجيبوا منين بالظبط؟ انا اروح من الحته اللي واحد بيديني الحته التانيه اللي انا لسه سايبها ومطمئن عليه. الله الله، انفجرت الحمد لله، لكن مش حلوة قوي. الله الله الله، استغفر الله العظيم. انا اسيب الحتة الاقي بتضرب من نفس الحتة اللي انا لسه شايفها. اوبا 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 اوم، الحمد لله لحقت نفسي. وده واحد هناك اهو، بيتهيأ قنبلة، لكن مش محتاجة قنبلة. بس انا هفجر البتاع اللي هناك دي. ايه ده 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 ايه ده، بيضربني منين ده؟ انا بصراحة انا عايز اطرح سؤال، يعني بيضربني منين؟ في حد شايف من المتابعين؟ حد شايف من المتابعين ان اي واحد بيضربني؟ بصراحة مش شايف اي حد. هو بيضربني منين بالظبط؟ ادي العربيات اهي. الله اكبر، الحمد لله الحمد لله. انا بيتهيألي شفت واحد اهو اهو اهو. انا لو سمحت بقى افجر ديت وخلاص. اه واحد بيتسحب اهو، انا لسه شايفك. بس راح منين بقى؟ بس انا هديها له بالسكينه وخلاص. ايه ده؟ انت كانت العربيه من ساعتها يعني. بصراحه ايه غباء ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ الحته دي مليانه. الله يخليك خلي بالك، الله يخليك خلي بالك. اه في واحد فوق اهو، ابيض كان وقته الطريق يخلص. ايوه اترمي بقى، اترمي من على الارض. ايوه كنت عايز يقع، كنت عايز يقع. انا كده اخاف يعني. خد يا سيدي. لا 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 لا، الحمد لله قتلته قبل ما يقتلني. الناس هنا جراء جدا. اوبا ديت بقى
ما يهمنيش اي حد. دي تولع تولع، دي تولع يعني بصراحة يا جماعة، يعني اللي ياخدها منهم يبقى حظه وحش جدا، واللي ما ياخدهاش حظه زي الفل. تاني كده قضيت عليهم كلهم ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل ده؟ بيتهيألي ده صاحبي يعني. وادي واحد، بس طالما البتاع كده احمر ده معناه ان في واحد. الله اكبر، بسكين الله يخليك، بسكين الله يخليك. اقعد هنا، اقعد هنا. الحمد لله، الله اكبر، الله اكبر. مش معقوله، لا يا رب ما نعدش الحته دي كلها تاني. ده بس شكلها نعيدها يعني. استغفر الله العظيم. انا جات لي الفكره الاحلى، استنى كده. طب استنى كده لحظه، اعمل انت. اشمعنى اشمعنى غضبك؟ اشمعنى يا جماعه؟ انا هقف انا هنا، هو كده يحارب ساعتها، انا هو يحارب معاه حرب خرافي. ده اللي انا لسه بتكلم عليه، لا انا لسه بتكلم عليه. مشكله ان انا مش هشوف له اي حد. اي حد يجي هنا ارجوك. انا كنت لسه شايفه بتاع. انا شفت السلاح اهو، ده كان فرع الشجر. خلاص بقى اروح على مكاني. بس حرام، بس حرام، بس حرام بصراحة يعني، حرام اللي بيحصل. بس بقى ما عرفنيش المرة دي، الله يخليك. شافني، حرام حرام يعني. انت قاعد هنا مطمن يعني؟ مش فاهم كده، خلاص بقيت في دفاع امريكا يعني. بس انا هرمي قنبله واللي يحصل يحصل بقى. دي في العربيه. تعالى 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 يا حبيبي، تعالى تعالى. لا تستفيد لما تجيلي، دي تستفيد ان انت تروح للي خلق. بس الله، حلو قوي الكلام ده. يا رب تزحلق وكانه في ماتش ازاي؟ ده انا حاولت اعملها 100 مره حتى في الملعب ما عرفتش اعملها اصلا. يعني هو بيعملها ازاي؟ يعني هو بيعملها ان القنبله هتنزل تلسخ اي حد قدامه. استغفر الله، حدث اي حاجه. خد يا حبيبي، خد يا واحد. ايه بقى اللي انا عملته ده؟ استفدت انا ايه دلوقتي؟ استفدت ان انا هتضرب 100 ضربة. فجر هذه القنبلة، لكن لم استفيد اي شيء. كل ده ما فيش اي حد ولا ايه؟ الله اكبر، ولا جاتوا للنصر ولك يا مصر. الحمد لله الحمد لله. خد يا حبيبي، خد يا بابا. يعني انت مفكرني؟ بص انا هديلك بالسكين، هتجيني ما تجيليش، ماليش فيه. وده وقت الطال، مش حرام بصراحة، مش حرام عليكم. الله اكبر، انت يا حبيبي استخبى الله يخليك، مش قد الحمل ده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مقتول مقتول يا حبيبي، اشوفك السنه الجايه بقى لما اروح عندك. لا 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 ما استفيد اي شيء. بص انا عايزه اعذبهم، انا عايزه اعذبهم عذاب اعلم بيه ربنا. اوه
ودوت بقى هو عذبنا. دوت بقى استغفر الله العظيم يا رب. خلصنا على الفجر. انا كنت متأكد. حرام حرام حرام. ماليش فيها بقى، انا اللي هعملها المره دي. اطلع انت بقى باذن الله. اطلع انت. حرام حرام. انا هساعد انا شويه يعني. اجري بقى على الحته دي على طول، لان انا عارف ان هيبقى فيها واحد. خد دي يا حبيبي، ولا يهمك ولا يهمك يا حبيبي. ايه سالت لك المسكرة شوية. الان بقى انا داخل هحارب هحارب، هولع هولع، هموت هموت، وما يهمنيش هموت بقى، ده انا هدخل اصلوخ. بصوا يا جماعة، اي حد يا الله. الطلق بقى، الطلق بقى، ومشكلة الطلق. استغفر الله العظيم يا رب. انا بص اقف هنا كده، واي حد هيجيلي على طول لما الطلق يخلص. اقف هنا. عجبكم كده يا سادة الخضراء؟ اما ده، اما ده بقى ان اللقاء ينتهي 5-0 للريال. لا 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 لا. حكمت على نفسك بالاعدام. انه ينحكم على نفسه. اعوذ بالله بان هذه العربيه ستنفجر الان. ما روعة هذه العربة، إنها عربة مجسمة. خلي بالك يا حبيبي، بأن هناك واحد وراك هيجي لك دلوقتي هيأشرك. بوم، عايز اداله بسكين. هو مش شايفني ده ولا ايه؟ مش شايفني ده ولا ايه؟ فكرني اصيبك كده عادي ازاي يعني؟ لا 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 لا، حرام بصراحة اللي بيحصل فيك. حرام. يا سلام، اللي يجي عليه حظه زي الزفت، كل ما يجيش عليه حظه حلو جدا. الله اكبر. بس بدنا اي شيء دوت. ارمي ارمي بقى يا عم، حرام عليك. وانا واقف هنا واللي سيقتل سيموت 100%. شكرا 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 على المساعدة. الله 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 الله، دي في راسه ايه؟ نازلة صاروخ. الله أكبر. استغفر الله العظيم. أعمل أنا إيه يعني؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. ماليش فانت اللي هتطلع، انت اللي هتطلع. ما ينفعش ان احنا الاثنين نطلع وخلاص يعني. ايه لازمتها واحد في ناحيه وواحد في ناحيه؟ بس المره دي حرب بالعالم هتنتهي بفوز المانيا على استراليا. بصوا يا جماعه، انا المره دي هعمل حاجه جديده خالص. هدخل من الجنوب شرق جنوب غرب، ثم نبدأ بأن نقتل الناس حتى حتى. إنه يقترب هذا الفتى، لا يعرف من نحن يا صدى، لا يعرف من نحن، لا يعرف من نحن، بأن الجميع سيولع فيه. وإيه؟ ومات ولا إيه بالظبط؟ مش فاهم حاجة. مش هو كان لسه قاعد يضربني من ساعتها؟ هو كان لسه يضربني، ويبدو انه يضرب من فوق. ايه ده 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 ايه
انا ممكن انزل لكم فيديو عن هو يعني دي اخر مرة وخلاص الفيديو هيخلص. بس بقى اطلع انت بقى، مع السلامة. واي يعني واي فهمني يعني قول لي اي شيء. اديني طالع اهو. بص يا معلمهم، احنا المفروض ندخل الشمال في اليمين، الشمال في اليمين، الشمال في اليمين. انا داخلك هطلع اللي وراك. هبدا خد دي. الله اكبر، والله عزة طول النص. وريك يا مصر اسمك بكره. ارتاح بس الله يخليك، ارتاح بس الله يخليك، ارتاح وخليك في الأمينة. لأن الليلة أعرفهم كلكم أن أنتم يتيم، احكم عليهم كلهم بالرحمة. بصراحة يعني الرحمة أفضل لكم بدل الشر الخالي، بدل أن القنبلة ستنفجر فيه. أوه حتى الدفاع للدم. الله أنا واقف هنا هنا ولا سيأتي سيتقتل نصي. ينتهي الانفجار بالموت. لكن شكرا 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 يا قنبلة ساعدتينا، ساعدتينا بأننا سننتحر بهؤلاء الناس الشرار العمرار. أكيد ما يفجرها في لحظة. أكيد طبعا أن الليلة هذه لم يروحون باتهم بسلام وأمان، وستموت وتروح لله. أوسكا موسكاسكا أوسكا مودا لاسكا. ويبدو أن هناك واحد فوق السطح، لكني لا أرى أنه سوف يقتلني نصفين. لا 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 حرامي حرام 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 مامي. أنا عايز أعرف بس حاجة واحدة، حد شايف منكم حد بيضربني؟ أو فين ده فين ده منين ده منين ده منين ده؟ يا جماعة ده كده يكون نهاية الفيديو، وإن شاء الله أنزل لكم فيديو عن نهاية اللعبة على اللي هو بلاير وان. فاللقاء يعني ممكن فوتبول دي انا اعملها على الاكس بوكس، يعني مش قناه العجه دي بتاع بلعب بيها خلاص، فانا اعملها على بلاير وان اللي هيوصل بيها لنهايه اللعبه، واعمل لكم قبل نهايه اللعبه يعني. اللي كاف على كده من كاس فوتبول كل فيديو 3000 لايك. واتمنى ان انتوا تعملوا شير لتويتر وفيسبوك وانستجرام لاي حاجه، وسبسكرايب في القناه. ولو عندك اي راي اكتبه في الكومنت عن عن اللعبة ديت حلوة ولا وحشة. فعلا كيف على قديم مكان.